Created with free version for non-commercial use. دبان خوتي المغاربه غادي نمشيو نزورو اي ايه غادي نمشيو نزورو شنو غادي نزورو غادي نزورو الزاويه الوحيده في المغرب اللي ما كتلقاش المساعده ديال امارات المؤمنين واللي ما كتلقاش شي بركه يعني من 68 مليار اللي راه الشعب كيخلصها اللي كتوزع على الاضرحه هادي دابا القلعه ديال غيلان ايوا شكون هو غيلان انا نعاود لكم كل شيء المهم دابا عملوا في بالكم نيه الزياره في زاويه سيدي عمار الغيلاني اللي هي الزاويه الوحيده اللي ما كتقبضش الفلوس من عند الدوله واللي حاولوا يهدموها باش يحطوا على داكشي يحطوا هاد البيسين هنا وما كتبش يتكمل المشروع وباقي هنا مقنت واللي غوينها هما الاثار باقين طالعين وشامخين كيشهدوا على الجهاد ديال سيدي الخضر غيلان سيد الشرفة الشهيد اللي هو دافع على البلاد دافع على المغرب وحارب الاستعمار لمدة 25 سنة والشباب ديالو كله دوزو في هاد المنطقة وهو كيحاول إخراج المستعمرين من مدينة طنجة فكان هنا هاد البلاد كلها هاد الأرض كلها ديالو ايوا هادي كلها هادو دابا لي غوين ديالو سيدي الخضر اللي هو القبر ديالو تدمر دمروا له الضريح في القصر الكبير في الثمانينات دمروا الضريح ديالو ومن غير تدمير يعني طبعا الضريح ديالو يعني كيتسمى شهيد لان الملك اسماعيل العلوي قتلو باش يتهنى منه في الوقت هادي دابا خمسة القرون وبطبيعة الحال عمر العلويين ما دفعوا دية لعائلة غيلان وبطبيعة الحال أن القلعة وهاد الأراضي والمباني اللي هي خارج الأسوار القديمة ديال مدينة طنجة كلها تابعة من إمارة غيلان وهاد الأرض كلها أملاك عائلة غيلان يعني الأرض خارج الأسوار القديمة في 1664 هي كل أرض إمارة غيلان وهي كلها أرض غيلان يعني هاد حفيدة غيلان هاد باء الفاطمي الشريفة الغيلانية اللي عندها ثلاثة دراهم راهي عندها الحق في هاد الأراضي كاملة اللي قايمين عليها لي فيلا وهاد البلا هذا كامل اللي كاين هنا وهاد الأوتيلات وهاد الشي اللي دزنا كنشوفو وهاد المولات وهاد السيتي سنتر هادي راه كلها أرض غيلان يعني أرض عائلة غيلان أحفاد سيدي عمار الغيلاني الموجود في زاوية الزراق اللي هي طبعاً ماشي غير ما كتعطيهمش يعني أي سنتيم دعم لأنهم ما كيقبلوش صدقة ولكن أنهم يعني محاصرين أنهم في الأخر كيحطوهم في لائحة الإرهاب في انتظار انهم يقتلوهم هكا حسيمسي وما يسوقوا خبر حتى شي واحد بحال اللي ظنوا انهم غادي يعملوا بسيدي الخضر غيلان اللي هو العالم كله وكتب التاريخ كلها عارفه شكون قتلو وعارفه انه بطل وانه بطل معترف به في المتاحف العالميه كاينه الصوره ديالو وها هو شامخ وها هي القلعه كيمكن تجيو تعملوا فيها بيكنيك كنت باغيه نعمل فيها مسرحيه ولكن المسرحيه هي هذه اللي انا عاملها دابا يعني شنو المشكل ديال اماره المؤمنين مع غيلان وعائله غيلان وعلاش حفيده غيلان عندها ثلاثة دراهم في الحساب ديالها وهي عائله غيلان كتملك كل ما خارج الاسوار القديمه في المستعمرة اللي كانت هنا ديال البرتغال في 1664 ونوضوا من النعاس أهد الشعب الخاوي ونوضوا تقراو وتخراو التاريخ باش تعرفوا حقوقكم. Created with free version for non-commercial use.